أهلا بكم وإلى العناوين. بعد تحرير حويجة سكر، الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة يستهدفون داعش في حي الكنمات بريف دير الزور ويتقدمون في ريف حما الشرقي. القوات العراقية تتقدم في مناطق غرب الأنبار وتصل إلى وادي القائم، وفصائل المقاومة تحرر محطة 90 للقطارات. أنصار الله تعد تصريحات ولي العهد السعودي وقوفا إلى جانب إسرائيل، وعضو المؤتمر الشعبي يحيى صالح يقول للميادين إنها كشفت أكذوبة دعم الشرعية. الجيش الروسي يطلق 4 صواريخ باليستية عابرة للقارات ضمن تجربة صاروخية عديدة بمشاركة مكوناته النووية 3. يستهدف الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة حي الكنمات بريف دير الزور التي فر إليها مسلحو داعش بعد تحرير حويجة سكر. الإعلام الحربي قال إن أهمية المنطقة الاستراتيجية تكمن في موقعها المهم قرب الحدود السورية العراقية، وباعتبارها منطلقا للتقدم باتجاه مدينة البوكمال آخر معاقل داعش في سوريا. وقد نشر الإعلام الحربي مشاهد العمليات التي سبقت التحرير وتظهر غارات لسلاح الجو على مواقع تنظيم داعش في المنطقة. المقر الإعلامي لغرفة عمليات حلفاء سوريا نشر مشاهد تظهر جثة أحد مسلحي تنظيم داعش الذي قتل خلال عمليات الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، عندما بدأ أحد عناصر لواء فاطميون بتفتيش الجثة بحثا عن هوية صاحبها وجد فيها علبة حبوب مخدرة. عدسة الإعلام الحربي واكبت أيضا عمليات الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في ريف حما الشرقي، ووثقت تقدمهم خلال 48 ساعة الأخيرة. المشاهد تتضمن لقطات جوية للمناطق التي استعيدت.
رأى النائب الأردني طارق خوري أن سوريا هي الامتداد الجغرافي والتاريخي للأردن، وأن أي خلافات بين الحكومة الأردنية ودمشق لا تعني جميع النواب. خوري قال في اتصال مع الميادين أن هناك مجموعة يزيد عددها على 10 نواب أردنيين أبدت رغبتها واستعدادها للتوجه إلى سوريا بانتظار عودة القائم بالأعمال السوري إلى عمان للتنسيق بشأن جدول الزيارة إلى دمشق. الموضوع هو أعمق، يعني أنا برأيي وقناعتي وقناعة العديد من الزملاء بأن سوريا هي الامتداد الجغرافي والامتداد التاريخي والامتداد القومي للأردن. وإحنا خلينا نحكي الخلافات اللي كانت سياسية بين الحكومة الأردنية والجانب السوري، إحنا كنواب وممثلين شعب هذا مش بالضرورة يكون بمثلنا ولا بمثل وجهات نظرنا. إحنا من اليوم الأول في خلاف على موقف الأردن باتجاه سوريا. لكن الزيارة إحنا عم نرتبها ومن الثقة على أساس إعادة، يعني لها أكثر من غاية، غايتها بجزء رئيسية هي يعني تسهيل إجراءات أو محاولة حل الخلاف حول معبر نصيب الحدودي، لأن الأردن تعتمد بشكل كبير، يعني خلينا نحكي اقتصاديا على 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 سوريا. دعا مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة السلطات الأمريكية إلى التوقف عن فكرة التنبؤ بمستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته. الدبلوماسي الروسي شدد على الابتعاد عن التنبؤ بمصير أي شخصية كانت، لافتا إلى أن الزمن سيظهر ما إذا كان لشخص ما مستقبل أم لا. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال أن عهد حكم أسرة الأسد في طريق النهاية، والقضية الوحيدة هي الكيفية. قالت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جوان بولاشيك، قالت للميادين أن بلادها ستنسحب من سوريا بعد الإرهاب. بولاشيك أضافت أن وجود القوات الأمريكية في سوريا تبرره القرارات الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكدت أنه إثر هزيمة داعش ستصبح الظروف ناضجة للمضي في تحقيق حل سياسي يعالج كل القضايا العالقة. أعلن مبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا عقد الجولة المقبلة من محادثات جنيف السورية في 28 من الشهر المقبل. ديمستورا أشار إلى أن مخاوف من عودة داعش إذا غاب الحل السياسي في سوريا. الجولة المقبلة من محادثات جنيف ستعقد في 28 من الشهر المقبل. لا يجوز أن نسمح بتفكك الأليات التمهيدية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، ولذلك وجدت عملية أستنا التي ستكون العامل الحاسم في تثبيت مناطق خفض التصعيد. يجب أن تجرى اللقاءات بصورة جيدة قبل انعقاد محادثات جنيف، ومن الخطأ الافتراض أن الزمان يلعب لمصلحتنا. علينا دعم التفاعل بين كافة الأطراف السياسيين في جنيف. حمل خبراء في الأمم المتحدة الحكومة السورية مسؤولية الهجوم الكيميائي في مدينة خان شيخون في نيسان أبريل الماضي. جاء ذلك في تقرير للأليات المشتركة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا. يذكر أن مدير قسم حظر انتشار الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية ميكاييل أولانيوف قال قبل أيام أن التحقيق الذي تجريه الآلية المشتركة والأمم المتحدة في سوريا ليس احترافيا. نجا فريق الميادين من هجوم انتحاري خلال تغطيته تقدم فصائل المقاومة جنوب القائم في الأنبار غرب العراق. هذا وأفاد مراسل الميادين بأن القوات العراقية وصلت إلى وادي القائم واستعادت قاعدة سعد، فيما حررت فصائل المقاومة محطة 90 للقطارات. أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهند المهندس من داخل معبر ربيع الحدودي مع سوريا، أكد أن العمل جار على إعادة انتشار القوات العراقية في كل شبر من العراق من أجل الحفاظ على وحدة البلاد. عملية إعادة انتشار القوات العسكرية العراقية في كل مناطق العراق وفي المحافظات، ولا نحن في ربيعة، والآن جاي نعيد تنظيم انتشار قواتنا إن شاء الله في المناطق كلها. بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون تطورات العملية العسكرية ضد داعش وانطلاق عملية تحرير القائم. العبادي وخلال اتصال هاتفي مع تيلرسون أكد أن الأولوية لا تزال للمعركة ضد داعش، مشددا على أن الحسم بات قريبا. وبدوره جدد تيلرسون موقف بلاده الداعمة لوحدة العراق.
العبادي عاد إلى بغداد بعد جولة شملت تركيا وإيران، حيث التقى في طهران المرشد الإيراني آيت الله خامنئي والرئيس وعددا من المسؤولين الإيرانيين بينهم قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني. علي هاشم. تشتعل نشاطا وسط اشتعال الإقليم، هكذا هي طائرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فريدة هي في مثل هذا الزمن، تحط يوما في الرياض لتقلع في الثاني من القاهرة فأنقرة لتحط مجددا في طهران. العراق وصل إلى مرحلة أن يقوم بدوره الريادي في المنطقة، وبالتالي بدأ بجولة دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر والجمهورية التركية واليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعمل على حل الخلافات والمشاكل ونزع أسباب الأزمات الموجودة، وبالتالي المنطقة بحاجة إلى هدوء واستقرار. في أقل من 24 ساعة التقى العبادي كبار القوم هنا، اجتمع إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي هنأه بإنجازات بلاده ضد الإرهاب، ورحب بدور بغداد وعلاقاتها مع محيطها، ولم يفته تحذيره مما وصفه بمكر الأمريكيين. ثم كان اللقاء مع الرئيس حسن روحاني الذي أبدى استعداد بلاده لمساعدة العراق في كافة المجالات التي يحتاج إليها، مشيدا بحكمة بغداد في التعاطي مع الأزمة الكردية الأخيرة. لقاءات الضيف العراقي شملت نائب الرئيس إسحاق جهانجيري وعقد لقاء ليلي غير معلن مع قائد لواء القدس قاسم سليماني، وقبل المغادرة جرى اجتماع إلى أمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني. الشعب العراقي منذ ما قبل سقوط صدام يعي أن إيران لا تبحث عن مصالحها الخاصة، لذلك فإن التلحم الإيراني العراقي صلب وغير قابل للتفكيك، وزيارة الرئيس العبادي خير دليل على ذلك. سرعة الزيارة لم تسمح بكثير تقص عن أسبابها، ولا سيما في ظل ارتباطها بجولة إقليمية تشبه تلك التي قادته إلى طهران قبل 3 أشهر من الآن، لكن الواضح أن مسعى العبادي لا يمكن فصله عن خريطة طريقه التي اتبعها. يدرك رئيس الحكومة العراقية بأن أوضاع بلاده مرتبطة بمصير الإقليم، فإن مالت الحرارة صعودا عانى العراقيون من الحر، وإن انحدرت نزولا اشتكوا من البرد، لذا فهو يسعى لكي يكون المهندس الذي يعدل حرارة المنطقة. علي هاشم، طهران، الميادين. وردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي دعا فيها من سماها الفصائل المدعومة من إيران إلى مغادرة العراق، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني للميادين، قال أن الشعب العراقي تيقن أن إيران لا تبحث عن مصالح خاصة في العراق. السيد تيلرسون يتصور أن العراق كبعض بلدان مجلس التعاون يدار بطريقة ديكتاتورية استبدادية عائلية. العراق بلد مؤسسات ولديه برلمان وحكومة ومرجعية ووزراء ومحامون، لا يمكن أن يقال له افعل مع إيران كذا وهو يلبي وينفذ. السيد محمد بن سلمان ماض في الطريق الخطأ، وعليه ألا يصر على مواصلة الطريق نفسه، ونقول له إنه لا يمكن الوثوق بترامب ولا بأي أمريكي آخر. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة تتعلق بالبرنامج الصاروخي النووي الإيراني، وحظي المشروع بتصويت الغالبية، وسيرفع المشروع إلى مجلس الشيوخ. القانون يدعو الرئيس الأمريكي إلى إبلاغ الكونغرس بشأن سلسلة الإمداد الإيرانية والدولية لبرنامج الصواريخ البالستية، وإلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية أو الكيانات الأجنبية التي تدعمها. رأى حزب الله أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضده تدخل سافر في الشأن الداخلي اللبناني وانتهاك للسيادة الوطنية. وقالت كتلة حزب الله البرلمانية أن الهدف من العقوبات إخضاع لبنان وحرمان شعبه التنمية والتطور، ودعت إلى مزيد من صلابة الموقف السياسي ورفض الإذعان للسلوك الأمريكي. تدين الكتلة كل أشكال العدوان الأمريكي على لبنان وشعبه وسيادته، وترى في قانون العقوبات المالية الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي بالأمس تدخلا سافرا في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية واستهدافا غير مقبول للشعب اللبناني. وتعتبر الكتلة
أن الإدارة الأمريكية تتعمد فرض الوصاية على الدول والشعوب من خلال تشريعات تتجاوز فيها حدود سلطتها وتحاول إملاءها على الدول عبر أبشع أساليب الجبروت والديكتاتورية التي تطيح بالقانون الدولي وتستعيض عنه بشريعة السطوة والإرهاب. فاصل قصير وسنعود. من جديد أهلا بكم. ردا على إعلان ولي العهد السعودي مواصلة حرب اليمن لمنع أنصار الله من التحول إلى حزب الله آخر على حدود المملكة، قال المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام، قال إن هذا الكلام يؤكد أن السعودية تطمع في استعادة السيطرة على اليمن وإبقاء شعبه رهينة لحكومات مفصلة على المقاسين السعودي والأمريكي. وأكد عبد السلام أن استدعاء بن سلمان تجربة حزب الله يجعل النظام السعودي في موقع العدو الإسرائيلي على حد تعبيره، كما لفت إلى أن ألا تفسير لإصرار النظام السعودي استمرار الحرب سوى تخندقه المطلق إلى جانب إسرائيل. وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية في اليمن أحمد القنع قال أن تصريحات ولي العهد السعودي هي نتيجة لسياسته الفاشلة في الداخل والخارج. وفي اتصال مع الميادين أوضح أن بن سلمان لا يجد سببا رئيسيا للحرب على اليمن ويبحث عن ذريعة جديدة. محمد بن سلمان لا يرى أو لا يطرح سبب رئيسي لغزو اليمن، تارة يقول أنه حربه على اليمن من أجل إعادة الشرعية، واليوم يقول انه من اجل عدم ان يكون هناك حزب الله اخر في اليمن بمعنى ما قال. هو في هذيان دائم، لعل صمود الشعب اليمني في 3 سنوات صموده وبطولاته هي التي جعلت محمد بن سلمان يتخبط، وايضا المشاكل الداخليه التي تحدث والاضطرابات داخل المملكه العربيه السعوديه هي التي جعلته يتخبط في تصريحاته. اثبتت 3 سنوات بانه ايران بعيده كل البعد عن اليمن، وبأن هناك قوى سياسية هي التي تدير اليمن، وهناك من ناهض وقاوم العدوان ليس فقط من أنصار الله. عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي في اليمن يحيى صالح رأى أن تصريحات بن سلمان تكشف كذبة الحرب على اليمن. موقف صالح جاء في لقاء مع الميادين. الحقيقة هو كشف أكذوبة دعم الشرعية، يعني من بداية العدوان وهم يغالطوا أنفسهم، يغالطوا المجتمع الدولي أنه هذه الحرب هي من أجل إعادة شرعية من لا شرعية له. ولكن هذا التصريح قد يمكن هو قد يكون هو الأصدق فيهم، أنه هو ينظر إلى قوة أو تنظيم في اليمن إلى كحزب الله، كتصنيف حزب الله. الحقيقة هو من نظره أنه هذا شيء يعني لا يتوافق مع سياسة السعودية، لأن السعودية وإسرائيل يقفوا في خندق واحد وهو تنفيذ المخططات الأمريكية. نحن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش أجرى تجارب صاروخية عديدة بمشاركة مكوناته النووية الثلاثة، البرية والبحرية والجوية. أوضحت في بيان أن القوات العسكرية أطلقت الصاروخ العابر للقارات توبول، كما أطلقت 3 صواريخ باليستية من 2 من الغواصات النووية، إضافة إلى 3 صواريخ. تطورات متلاحقة في الأزمة الكتالونية والتحدي يصل ذروته، والساعات المقبلة حاسمة بشأن مصير الإقليم الانفصالي فيما تصر مدريد على إعادة الحكم المباشر عليه. تقرير لموفد الميادين إلى برشلونة موسى عاصي. تطورات متسارعة ومتداخلة في الساعات 24 التي سبقت الاجتماع المفصلي لمجلس الشيوخ الإسباني لاتخاذ القرار بشأن تطبيق المادة 55% ووضع يد مدريد على كاتالونيا. الحكومة الإسبانية لمحت إلى إمكانية سحب التهديد مقابل إجراء انتخابات تشريعية في الإقليم. رئيس الإقليم الانفصالي تلقف العرض وسرب أنه سينظم الانتخابات في اللحظات الأخيرة.
تسريبة جديدة صدرت من العاصمة الإسبانية بأن تنظيم الانتخابات لا يعني بالضرورة سحب التهديد بإعادة كاتالونيا إلى التاج الإسباني. الأمور إذن عادت إلى نقطة الصفر. كنت مستعدا للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، لكن ذلك لن يحصل لأننا لم نتلقى الضمانات الكافية بأن هذه الخطوة ستوقف الحكم المباشر على الإقليم. الأمر الآن يرجع لبرلمان كاتالونيا لاتخاذ القرار. تظاهرات الانفصاليين لم تتوقف طيلة النهار أمام المقر الحكومي قبل إلقاء بوجيمون كلمته. المتظاهرون طالبوا رئيسهم باحترام إرادة الشعب. نحن هنا لدعم الحكومة في اتخاذ القرار الأفضل للشعب الكاتالوني بالاستقلال عن إسبانيا. هذا مطلب طبيعي وافق عليه الشعب، وعلى الحكومة أن تطبق ذلك. نرفض البقاء ضمن إسبانيا، فحكومة مدريد فاسدة وتحاول فرض سياستها علينا. نحن لدينا نظامنا وثقافتنا ولغتنا وانتخاباتنا. 15% فقط صوتوا لمصلحة البقاء ضمن إسبانيا، وهؤلاء لا يحق لهم أن يحكمونا. مدريد لم تتراجع قيد أنملة عن تهديدها بالسيطرة على الإقليم الانفصالي بعد خطاب بوجيمون. نقل الإعلام الإسباني أن الحكومة مصرة على فرض القانون في إقليم كاتالونيا. حكومة برشلونة أمام خيارين أحلاهما مر: المضي قدما في إجراءات الاستقلال سيدفع بمدريد إلى وضع اليد على كاتالونيا ونزع الشرعية عن الحكومة والبرلمان المحليين، والتوقف في منتصف الطريق سيضعها بمواجهة شارع لا يقبل بأقل من الانفصال. مصاعص برشلونة، الميادين. والآن إلى أبرز معلومات بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم، والزميلة هبة الله بيطار. صباح الخير هبة. صباح الخير سلمى. شكرا لك، وصباح الخير لكم مشاهدينا. نستهل هذه الجولة من لبنان مع صحيفة الأخبار ونقرأ فيها: إنهاء داعش على جانبي الحدود، عملية مشتركة للجيشين السوري والعراقي بدعم روسيا وإيران وحزب الله. عام على رئاسة عون، المقاومة والمسيحيون أولا. أوهام استقلال كردستان تسقط على أعتاب واشنطن. إلى الأردن مع صحيفة الدستور ونقرأ فيها: موسكو، القوات الأمريكية تمنع إيصال المساعدات للركبان، تركيا تجبر درع الفرات بالتحول إلى جيش نظامي شمال سوريا. مشروع إسرائيلي يشمل كبرى المستوطنات ضمن القدس الكبرى. ثلاث صفقات مشبوهة جديدة تكشف تواصل تسريب أملاك الكنيسة بالمدينة. العبادي يصر على إلغاء استفتاء كردستان، تركيا وبغداد تتفقان على فتح معبر حدودي جديد. إلى صحيفة الحياة ونختار من عناوينها: محمد بن سلمان، قطر قضية صغيرة جدا، أكد أن السعودية لا تريد حزب الله آخر في اليمن. واشنطن، حكم الأسد يقترب من نهايته، ديمستورا يدعو المعارضة إلى مفاوضات جوهرية في جنيف. الجيش العراقي يخوض مواجهتين مع داعش والبشمركة. العبادي يطلق معركة الحدود مع سوريا ويصر على إلغاء نتائج الاستفتاء الكردي. إلى تونس مع الصحافة اليوم ونختار من عناوينها: التوازن الجديد أصبح ضرورة، المعطيات تشير إليه من داخل نداء تونس. النائب عن الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد للصحافة اليوم: التسرع في الإعلان شوش على مبادرة الجبهة البرلمانية. من تونس إلى الكويت مع صحيفة النهار: محمد بن سلمان، الأزمة مع قطر صغيرة جدا جدا جدا، أكد أن الحرب ضد الحوثيين ستستمر وحزب الله لن يتكرر في اليمن. أما ختام هذه الجولة فمع صحيفة العرب القطرية: الحرب على اليمن، رايتس ووتش تتهم أبوظبي بتعذيب المعتقلين، عضو بالكونغرس يطالب بوقف الدعم الأمريكي للرياض. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة، ونعود الآن إلى الزميلة سلمى. هبة الله شكرا جزيلا. إلى العناوين. بعد تحذير إحواجة سكر، الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة يستهدفون داعش في حي الكنمات بريف دير الزور ويتقدمون في ريف حما الشرقي. القوات العراقية تتقدم في مناطق غرب الأنبار وتصل إلى وادي القائم، وفصائل المقاومة تحرر محطة 90 للقطارات.
أنصار الله تعد تصريحات ولي العهد السعودي وقوفا إلى جانب إسرائيل. وعضو المؤتمر الشعبي يحيى صالح يقول للميادين إنها كشفت أكذوبة دعم الشرعية. الجيش الروسي يطلق 4 صواريخ باليستية عبر القارات ضمن تجارب صاروخية عديدة بمشاركة مكوناته النووية 3. والمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. النشرة انتهت، إلى اللقاء.